يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي بضائع وأبيعها، ولكن الأرباح المترتبة على البيع أستثمرها دائما لشراء بضائع أخرى. سؤاله كيف أزكي علما بأنني لم آخذ الأرباح؟ إذا حال الحول على رأس المال الذي يبيع اللي تبيع به وتشري، بس حال الحول على رأس المال، تثمن السلع التي عندك معروضة للبيع، تثمنها بما تساوي أو ما وتزكيها، تخرج ربع العشر.